بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة كلية الهندسة بجامعة الملك خالد قسم الهندسة المدنية، أهلا ومرحبا بكم في كورس السويل ميكانيكس المقرر على قسم الهندسة المدنية المستوى السابع. معاكم دكتور محمود حسين الأستاذ المساعد بالقسم. إن شاء الله أول شابتر هنتكلم عليه في الكورس بتاعنا شابتر الانترودكشن او مقدمة عامة عن الكورس، واول جزء هنتكلم فيه عبارة عن بعض التعريف definitions خاصة بالكورس بتاعنا. انت درست في مقدمة الهندسة الجيوتقنية والخواص واختبارات التربة ان الايرث كراست او القشرة الارضية اللي انت شايفها فوق ديت عبارة، ودي اللي تهمني كمهندس مدني، عبارة عن ايه؟ عبارة عن solids يعني فيها جزء صلب اللي هو الروك والصويل، ده موجود كله في الكراست بتاعنا، وفي جزء الليكود اللي هو الووتر، والووتر ده ممكن يكون مية حلوة او مية ملحة، وده الجزء الخاص بينا في الصويل ميكانيكس. طبعا المانتل والاوتر كور والانر كور ده كله انت درسته في مين؟ في المقدمة بتاعت الهندسة الجيوتقنية، فاحنا مش هنتعرض ليه. طيب طالما بتتكلم بقى على المكونات بتاعت القشرة الأرضية، يبقى هنتكلم الجزء الصلب فيه اللي هو الروك والصايل. ايه هو الروك دوت؟ الروك ده عبارة عن natural strongly cemented accumulation of particles of different minerals. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني الروك بتاعي زي ما احنا خدنا حتى برضك في الهندسة الجيوتقنية ان الروك ده فيه منه انواع، فيه الاجنياس روك وفيه السيدمنتري وفيه الميتامورفيك، لكن احنا برضك مش هيهمنا ده، يهمني التركيب بتاع الروك بتاعي هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن معادن مختلفة. المعادن ديت مرتبطة مع بعض، بس مرتبطة ايه؟ مرتبطة بقوة جدا، بربطة طبيعية. وطبعا معروف ان السوليد روك اللي هي بقى الروك الاساسي بتاعي ده يعتبر هاي سترينث، يعني مقاومته عالية جدا، وياريت نأسس عليه. اما ايه الفرق بينه وبين بقى السويل؟ يعني ايه السويل اللي هي التربة بقى؟ لا، التربة عبارة عن ايه؟ accumulation of ايه؟ solid particle وليست ايه؟ different ايه؟ minerals. يبقى هي عبارة عن solid particle. مالها solid particle دي جات منين؟ جت من الميكانيكال ديسنتجريشن اوف روك، يعني الروك بتاعي حصل له ايه؟ حصل له ممكن يبقى تحلل، ممكن يكون تفكك، ماشي. طب وده بيحصل ازاي؟ بيحصل عن طريق الويزرنج مين بروسيس او عمليات التجويه زي ما درسنا قبل كده. طيب خلي بالك ان ممكن السويل ديت ممكن بعكس الروك بيحتوي على ايه؟ على بعض المكونات العضويه الاورجانيك ايه كونستيتيونتس اند ووتر، وفيها ميه كمان موجوده في ايه؟ في السويل. طيب السؤال دلوقتي بقى، ايه اللي يفرق ما بين السويل وما بين الروك؟ للاسف مفيش ديستنكت ديفيجن، يعني مفيش تقسيم جامد ممكن نقول ان ده روك او ده سويل، بمعنى ان انت ممكن تلاقي فراكشر سويل روك، يعني روك متكسر ولكنه مش قوي زي مثلا تربه، التربه اقوى منه. يعني لو قلنا ان الروك ده قوي والسويل ده ضعيفه، كلام مش مظبوط، لان في بعض الروك المكسر يعتبر اضعف من بعض انواع الايه؟ السويل بتاعتنا. طيب ايه بقى السويل ميكانيكس بقى اللي هو الكورس بتاعنا دوت؟ ده ساينس اوف ابلاينج ذا برينسيبل اوف ايه؟ ميكانيكس. طالما دخلنا في الميكانيكس يبقى ده عباره عن علم تطبيق ايه؟ مبادئ الميكانيكا والهيدروليكا بس على السويل. ليه؟ to solve engineering problems associated with soil، اللي هي المشاكل المتعلقة بالتربة بنطبق عليها مبادئ الميكانيكا والهيدروليكا. طيب أما الجيوتكنيكال انجينيرينج اللي الناس كلها بتتكلم عليها دي، ده science of application of civil engineering technology، يعني تكنولوجيا الهندسة المدنية on some aspects of soils and it comprises a soil mechanics. يعني الجيوتكنيكال انجينيرينج دي كلمه عام من الكلمه مين؟ السويل ميكانكس، لان الجيوتكنيكال انجينيرينج ممكن تشمل السويل ميكانكس، الروك ميكانكس، النيوميريكال موديل اند الفيلد ميجرمنتس، دي كلها تعتبر افرع من افرع مين؟ السويل ميكانكس. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله